بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد إخواني أخواتي، عدت إليكم فيديو جديد لتجربة إنبوكسين وبعض المعلومات لهاتف سامسونج جالاكسي M31 من شركة سامسونج. هاتف M31 يأتي بتصميم عادي كلاسيكي من البلاستيك مع بصمة في الظهر، تصميم يوني بودي بدون فريم مع كاميرات بشكل مستطيل في الجنب، لون الهاتف أحمر عميق. الهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. البطارية تأتي بسعة 6000 ملي أمبير مع الرأس شاحن بقوة 15 واط وسلك من نوع تايب سي، دبوس معدني لفتح منفذ شرائح الاتصال، كتيب ودليل تشغيل. الشاشة تأتي بشكل نوتش على هيئة ووتر دروب، وتطلق سامسونج عليها مسمى انفينيتي يو، وتأتي من نوع سوبر اموليد بمساحة 6.4 انش بجودة فول هاش دي بلاس بدقة 2340 مضروبة في 1080 بيكسل بمعدل كثافة بيكسلات 411 بيكسل لكل انش، وتدعم الابعاد العرض بنسبة 19.5 على 9 مع طبقة حماية من نوع كورنين غوريلا جلاس الجيل الثالث. كما يمكن الغاء ازرار التحكم واستخدام الايماءات بدلا من ذلك، ويمكن تعديل مساحة الشاشة عن طريق وضع وان هاندد مود لتستطيع استخدامه بيد واحدة فقط إذا كنت تعاني من شاشة كبيرة جدا. أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة سامسونج نفسها من نوع إكزينوس 9611 بتكنولوجيا 10 نانو مع معالج رسومي من نوع مالي جيت 72 MP3، ويدعم المعالج وضع جيمز لونشر لتعزيز أداء الألعاب بشكل أفضل. يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت بمنفذ منفصل. ذاكرة صلبة تأتي من نوع UFS 2.1، والذاكرة العشوائية تأتي من نوع LPDDR4X. الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 بمستشعر من نوع سامسونج GW1 ISOCELL، وهي الكاميرا الأساسية للهاتف. والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2، وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide. والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4، وهي الخاصة بالتصوير المايكرو. أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد فلاش. الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. كما يدعم تصوير بجودة Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2 بمستشعر من نوع سوني IMX616، وتدعم تصوير 4K بجودة 2160 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. بالنسبة لكاميرا ماكرو والكاميرا العمق ديبت سنسور، فهي كاميرات ضعيفة وليس لهم أي قيمة، لذلك سنتكلم على كاميرات الأساسية. كاميرا الأولى 64 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية الألترا وايد. وسأترككم مع هذه الصور والفيديو الملتقطة من كاميرا سامسونج M31، وسنرجع لنعلق عليه.
صور كاميرا 64 ميجا بكسل وصور 16 ميجا بكسل مدمجة، صورها ممتازة وحادة جدا. معالجة سامسونج للصور لطيفة وتوزيع لنسب الإضاءة ممتازة واعتدال في حدة الألوان والتشبع. صور الكاميرا الأساسية جيدة ولا توجد فيها مشاكل أو عيب كبير. وكذلك الكاميرا الألترا وايد، كاميرا التصوير الواسع، صورها رائعة وممتازة رغم أنها أقل في التفاصيل من الكاميرا 64 ميجا بكسل الأساسية. بالنسبة للكاميرا السيلفي صورها جيدة ومقبولة. الفيديو بالكاميرا الخلفية فيها اهتزاز وتحتاج إلى جيمبل لتثبيت الصورة أو تفعيل خاصية سوبر ستادي مود، ولحسن الحظ هذه الخاصية موجودة في هاتف M31 وهي خاصية تحتفظ سامسونج بها فقط لهواتفها الرائدة فلاكشيبس. هذا الوضع يثبت المشهد ويخلي الفيديو سلس وكأنك وضع الهاتف على جيمبل. هذا الوضع موجود هنا في هاتف M31 اللي هو هاتف من الفئة المتوسطة. وسائل أمان، يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف. كما يمكنك إضافة 3 بصمات كحد أقصى. المكان الموجود فيه مناسب لكن لا تستطيع تمييزه لأنه غير مدفون في ظهر الهاتف. كما يدعم فيس أنلوك، يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بنظارات الفي آر. البلوتوث يأتي بالإصدار الخامس مع دعمه لخاصيتي A2DP LE. أما عن واجهة الهاتف، فواجهة سامسونج أحسن واجهة من ناحية تنظيم اليو آي والقوائم والأزرار وسط الإعدادات شكل الايقونات. كذلك تنفيذ دارك مود هو افضل تنفيذ لدارك مود على اي هاتف اندرويد. وان يو اي تبقى واجهة عظيمة وهي الافضل. يدعم الهاتف الراديو اف ام، كما يدعم الهاتف الميكروفون الاضافي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف بصفة عامة. يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن. منفذ يو اس بي ياتي من نوع الاحدث تايب سي. البطارية تأتي بسعة 6000 ملي امبير مع شحن بقوة 15 واط. مميزات سامسونج جالاكسي M31، يدعم تصوير 4K سواء في الكاميرا الأمامية أو الخلفية. أحدث واجهة One UI 2 مع أحدث نظام تشغيل أندرويد 10. يدعم تشغيل شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت. مستشعر البصمة يعمل بشكل سريع والفيس أنلوك أيضا. ذاكرة العشوائية كبيرة جدا بما يعطيك مرونة أكبر في فتح تطبيقات أكثر. شاشة سوبر أموليد تقدم أداء ممتاز سواء من حيث الجودة أو من حيث السطوع. أكبر بطارية ستتمكن من الحصول عليها في الفئة السعرية وتصمد لفترة طويلة. الكاميرات الهاتف تقدم أداء مميز. عيوب هاتف سامسونج جالاكسي M31، المعالج في فئته ليس الأقوى في تشغيل الألعاب. لا جديد بالنسبة للتصميم. يتعرض الهاتف للخدش بسهولة بسبب قدومه من بلاستيك. لم يقدم تغيير جذري بالمقارنة مع جالاكسي M30S بخلاف الكاميرات. الشاحن ليس الأقوى في فئته السعرية. ستحتاج إلى الشحن الهاتف لفترة طويلة بسبب سعة البطارية الكبيرة. لا يأتي مع الهاتف في العلبة كوفر شفاف أو سماعات أذن. في الختام إخواني أخواتي، هاتف سامسونج M31 ليس بالهاتف المثالي لكن له 3 نقاط قوة. هي شاشة ممتازة سوبر أموليد، بطارية خارقة 6000 ملي أمبير، وأداء فوق المتوسط بتشغيل الألعاب. كان هذا كل شيء عن تجربة انبوكسين وبعض المعلومات لهاتف سامسونج جالاكسي M31. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الزر لايك والجرس ليصلك كل جديد، وإلى لقاء آخر بإذن الله.